السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الخيط اللي كتشوفوه هنايا الثمن ديالو ثمن مناسب والكاليتي كدوي على راسها. خيط شي حاجه اللهم بارك، شي حاجه مليحه لا بالنسبه للكاليتي ديالو لا بالنسبه للمارك ديالو، ثم ما كيشرب ما والو. ماشي طيسي هذا، ولكن خيط فيسكوس شي حاجه مزيانه. الناس اللي جربوا السلعه ديالنا راه يعرفوا شنو الخيط هذا. خيط ديجيتال حاجه مليحه الله يبارك، ما نحتاجش انا نشكر فيه. الثمن ديالو ثمن مناسب، الثمن ديالو هو السندر من الكوبو، العبار ديالو 2.40 متر على 1.50 متر في العرض. بالنسبه اللي بغى الميتراج العدد كيتقام عليه ب 25 درهم المتر. بالنسبه للتوصيل جميع المدن والاداء قبل الاستلام، هذه هي الطريقه باش كنخدموا ان شاء الله. لا نخليكم مع اللوينات ومع الزواقات، واللي عجبته شي حاجه النمره راه كاينه في الاول ديال الفيديو، يتواصل معايا والتوصيل ان شاء الله جميع المدن. والخيط راه بالغارانتي خيط مليح اللهم بارك، ومرحبا بالجميع. بالنسبه اللي بغى يجي يزورنا في المحل، المحل ديالنا راه كيتواجد في سيد البرنو سيد الدار البيضاء، امل واحد الزنقه 16 الرقم 16 التواب الفردوس. مرحبا بالجميع والسلام عليكم ورحمه الله. نخليكم مع اللوينات ومرحبا بالجميع. Yeah.